كبير من قتل والدها. وما الذي تم عقد ذلك؟ بعد كده بقى يعني بالفعل وبعد ان قالوا ده المتوقع رحمة الله الى النوم سمير وصلاح واشار اليهما قام المتهمين باعتبار لو هقول حاجه جديده بس استشعر ان ابوه لسه كبره. اللي حصل ان صلاح المتهم الاول واشار عليه استشعر ان والده ظنا منه انه على قيد الحياه. وبرضه ما نقدرش انا بقول ظنا كان في الفوت ولا في الوقت ده ظنا منه. عمل ايه بقى تاني؟ هو احضر قال حتى وهي عباره عن يد بول. احضر قال حتى وهي عباره عن برمش مباشره يد فراش مباشرة ان هو طلبها من اخته مانجا ومانجا اللي جابتها له وديتها له. وطلب قال حتى من اخته مانجا وهي عباره عن يد هون وبالفعل اخته مانجا احضرتها ليه واديتها له. وقام بضرب والده وقام بالدخول عليه وضربه في اعضائه التناسليه حتى تأكد كان في واحد من ضمن المتهمين سمير واشار قدامنا قتل عطيه قضيه ثانيه كان سرقه قضيه قتل ومختار سرقه تمام تمام يا محمد. كنا شغالين في قضيه قتل وكان سمير هو القاتل في قضيه سرقه مقترنه بجنايه سرقه بفران سرقه بفران. طيب وبمناسبة هذه القضية وأثناء المناقشة وردت معلومات وتأكدنا من جديتها إن هم قائمين على قتل الوالد. ولما طورنا المناقشة معاهم أضافوا بينا وعندما طورنا المناقشة وقسم طوروها زي لأن الوالد فعلا من تحرياتنا وأكيد إن هو كان فعلا في عاشر هو الدافع لدرجه من ضمن المعلومات برضه ان هي كانت زمان قاعده في القاهره. كنت قاعده في القاهره زمان؟ ايوه كان مسافر لها وهي كانت فيها. ايوه تمام. طيب هو تمام هو الدافع هو كان فعلا مسبب انه دافع الشرف لما اشيع في المنطقه ان والدهم يقوم بمعاشره بنته نجلته المتهمه هناء حتى انه كان يقوم بالذهاب اليها عندما كانت بالقاهره ويقوم بالاعتداء عليها. بالاعتداء عليها اعتداء ولا كانت هي بتوافق على كده؟ لا وهي لما كانت تيجي البلد برضه بالتحقيق قالت ان هو كان بيجي البلد وكان بيقول له ما هوش وهل كان المتهمة هناء تسلم في حاجة؟ أعتقد أن لتكرار هذا الفعل أصبح شيء عادي وهي استسلمت لهذا الموضوع. امال ايه عمر اخواتها هي اللي قالت لهم ولا كده؟ وبعدين لما ما اعتقدش. كيف نما الى علم المتهمين الاول والثاني ان المتوفي الى رحمه الله تعالى يقوم بمعاشره المتهمه السادسة هناء بسلم من هناء. هناء هي اللي قالت وهي اللي قالت لهم وقاموا بالاعتداء
الاتفاق وتدبير الامر بناء على ذلك. عايز تقول حاجه لو وجدت اي سؤال؟ استاذن معلش بس معلش استنى واحده سؤال مهم. من كان متواجدا على مسرح الجريمه اثناء قتل المتهمين لوالدهم تحديدا في جنب البيت؟ جميع المتهمين كانوا حاضرين وقت ارتكاب وقعة القتل ما عدا هناء مسلم، كان في بيت الزوجية في الوقت ده. كنت فين بلدك وايه؟ القاهرة؟ لا لا فين؟ ايوه فين؟ كانت في بيت الزوجية خارج مدينة صار، ولكنها كانت على علم واتفاق على التخلص والقتل والتدبير. هل كان المتهمين السؤال ده يعني انا قصدي بس السؤال ده حبيبي معلش السؤال مهم جدا معلش يعني هم كان عندهم